كبيري اللي بفريقكم اخباركم اش كتعودوا هاني الامور هانية. كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله. نهار جديد ويوم جديد. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة كنتمنى تشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا للناس اللي انضمت بالقناة، شكرا لكم ومرحبا بكم والف مرحبا والدار راها داركم. وشكرا لتعليقاتكم الايجابيه اللي كتشجعني وكتحفزني اكثر. اليوم البنات عندي نهار ديال التخمام، مش حاجه ديال حنا غير نخمنوا هذا البيت ونفرشوه وما سهلش فيه الله، يلاه سهل لينا غير اليوم. المهم البنات بالنسبه للفلام ديالو رانا غافلاهم ومغسولين وحتى الزربيه حتى هي مغسوله. ودابا يلاه مسحت الحيط ومسحت حتى الشجر ومسحت الارض. دابا بقى لي غير نفرشو وقلت علاش لا ما نشاركوش مع البنات، هي غير نشاركو معاكم وهيا بينا. I'm not afraid to die.
دابا من بعد ما ساليت غنمشي دابا نوجد الغدا، غنطيب الحوت اللي غنديرها في هذا النهار، اكيد غنشاركها معكم. وهيا بينا دابا البنات غنغسل الحوت. من بعد ما غسلت الحوت ودرت يتسقطر غنضيف خيزو دوائر، غنديرهم في كوكور، وغنضيف القزبر والمعدنوس والثومة، وغندير العطرية، غندير شوية الكمون، وغندير شوية سكينجبير، وغندير الخرقوم، والتحميرة، والبزار، والملحة، وغندير زيت العود، نص حامضة، وغنخلطهم. وغناخد دابا الحوت غنديرو في هاد العطرية، زينو بالمصباح تيبقى واحد القاعة مزيان وغنقطع أنا مزيان ونصبح صاحبي. نحيد الحوت نديرو في إناء، نديرو غير في العطرية يتشرب، تشرب العطرية، كما شفتو البنات غنخلي الحوت يتشرب العطرية. خديت الكوكوط وحطيتها فوق النار حتى تشحر ليا الخيزو، عاد ضفت عليه البطاطا والفلفله قطعتهم على شكل دوائر، وضفت فوق منهم الحوت، وضفت فوق الحوت المطيشة حتى هي قطعتها دوائر، ودرت شوية الماء، ضفت فوق من المطيشة الحامض قطعته حتى هو دوائر، وجديت على الكوكوط. ملي كيكون تخمال ما كتلغي الكوكوط دغيا كيوجد فيها الغداء. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم وبارطاجيو مع الحباب ومع الصحاب، وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.